أعزائي المشاهدين، قصتنا اليوم ستأخذنا في رحلة عبر التاريخ إلى أراض سحيقة وأقوام غريبة، لتأخذنا إلى مكان كان وما زال إلى يومنا هذا يلفه الغموض والحيرة. هي رحلة بدايتها حلم والنهاية غير متوقعة، فتعتبر رحلة سلام الترجمان لسد يأجوج ومأجوج من بين أكثر الرحلات التي يلفها الغموض والتشويق، والتي تطرقت إليها العديد من المصادر التاريخية والمؤرخين، سواء العرب المسلمين أو حتى الأوروبيين. لقد وصفت تلك الرحلة بكونها واحدة من بين أغرب الرحلات في التاريخ. ولقد بدأت رحلة سلام الترجمان قبل نحو 12 قرنا من الآن، وبالضبط في زمن الدولة العباسية في عهد الخليفة العباسي هارون الواثق بالله. فما هي تلك الرحلة ومن بطلها وكيف بدأت؟ كل هذا سوف نذكره لكم، ولكن قبل البدء لا تنسون من وضع الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد. إليكم تفاصيل القصة. تبدأ فصول رحلة سلام الترجمان لسد يأجوج ومأجوج في مدينة سامراء في العراق، والتي كانت العاصمة المؤقتة للدولة العباسية في ذلك الوقت. وفي أحد الليالي شاهد الخليفة العباسي هارون الواثق بالله حلما مزعجا جعله يستيقظ في منتصف الليل من شدة الذعر والخوف. لقد شاهد الخليفة في حلمه سد يأجوج ومأجوج وهو ينهار ويتلاشى، ليخرج منه يأجوج ومأجوج ويعيث في الأرض فسادا. فقام الخليفة العباسي باستشارة أحد المقربين له، وهو قائد جيشه التركي أبو جعفر أشناس. فقد كانت الدولة العباسية في تلك الحقبة الزمنية تعرف العديد من الثورات الداخلية في فلسطين والشام، مما أرق بال الخليفة العباسي، كما أنه تشاءم من ذلك الكابوس المزعج الذي فسره على أنه رؤية من الممكن أن تهدد عرشه. فقد قرر الخليفة العباسي وبمشورة من قائده التركي أشناس أن يرسلوا بعثة استكشافية للتأكد من أن سد يأجوج ومأجوج لا زال حصنا منيعا. فوضع الاثنان خريطة ومسارا للرحلة المفترضة، والتي كانت ستمر بالعديد من البلدان كالقوقاز وروسيا وجورجيا وأرمينيا وغيرها من الدول. وبعد الاتفاق على مسار الرحلة والتي كانت ستمر على العديد من الدول، أدرك الخليفة العباسي أنه بحاجة إلى مترجم يتكلم العديد من اللغات للتواصل مع أهالي الدول التي سيمرون منها، ولتفادي قطاع الطرق، وفي نفس الوقت تسليم رسائل خطية من الخليفة العباسي لحكام تلك الدول لكي يستقبلون بعثته كما يجب. اقترح القائد العسكري أشناس على الخليفة اسم سلام الترجمان صاحب 30 لسانا، الذي كان يتحدث بأكثر من 30 لغة ولهجة، والذي كان موظفا في ديوان الدولة العباسية في قسم الترجمة. فقام الخليفة العباسي هارون الواثق بالله بمقابلة سلام الترجمان وعينه رئيسا على البعثة، وأرسل معه 50 رجلا من الأشداء والأقوياء. فأعطى الخليفة لسلام الترجمان مبلغ 15,000 دينار كمقابل لتلك الرحلة، كما قام بدفع راتب سنة كاملة لكل أعضاء وأفراد تلك البعثة. وكان الخليفة يتوقع أن تلك الرحلة من المتوقع أن تدوم لسنة أو أكثر، فقام بتجهيز كل ما يخص الرحلة من مؤونة ومتاع ودواب وأحصنة لتنطلق البعثة في طريقها. فبعث معهم 50 حصانا عربيا و200 بغل تحمل المؤن التي تكفيهم لسنة كاملة. انطلقت رحلة سلام الترجمان لسد يأجوج ومأجوج مرورا من دولة أرمينيا، والتي كان ملكها آنذاك إسحاق بن إسماعيل الذي استقبلهم أحسن استقبال. ثم مروا بعد ذلك بدولة الخزر، والذي قام بمساعدة سلام الترجمان وقام بإعطائه 5 دلائل أو ما يسمى بدليل الطريق. ولكن في الخزر كان الخبر العجيب، فيروي سلام الترجمان أنه رآهم يصطادون سمكة عظيمة جدا فجذبوها بالحبال، فانفتحت أذنها لتخرج منها جارية بيضاء حسنة الصورة، أخرجوها إلى البر وهي تضرب وجهها وتنتف شعرها
وتصيح وقد خلق الله لها غشاء كالثوب من بطنها إلى ركبتها كأنه إزار مشدود على وسطها، فأمسكوها حتى ماتت. لنكمل الرحلة مع الترجمان الذي خرج من الخزر، فأكمل مسيره ل26 يوما حتى وصلوا إلى أرض سوداء نتنة الرائحة. فغطى الترجمان ومن معه أنوفهم بالخل اتقاء للرائحة النتنة، مشوا فيها 10 أيام. وتعجب سلام الترجمان من كل تلك المدن والتي هي عبارة عن خراب ودمار وقفار، فسأل أحد الدلائل اليهود الذين رافقوه من دولة الخزر عن السبب، فأجابه أن قوم يأجوج ومأجوج مروا من هذه المناطق فعاثوا فيها فسادا ودمروها. وصلت بعثة سلام الترجمان لمدينة أبكى، والتي كانت آخر محطة قبل الوصول لسد يأجوج ومأجوج، وكانت تبعد عنه مسيرة 3 أيام فقط. وبعد 3 أيام من المسير من مدينة أبكى، وصلت بعثة سلام الترجمان لسد يأجوج ومأجوج. وكان سد يأجوج ومأجوج عبارة عن سد يقع بين جبلين، وكان هنالك ممر أو فج في الجبل يوصل إلى سد يأجوج ومأجوج، وكان طول السد 55 مترا، وعرضه من جبل إلى الجبل الثاني حوالي 120 مترا، وكان السد محفورا بعمق 20 مترا تحت الأرض ليصب فوقها النحاس والحديد حتى مستوى الأرض، بالإضافة إلى العديد من الطوب الحجرية مذوبة في الحديد لتشكل ذاك الردم أو السد العظيم. ولقد وصف سلام الترجمان حديد مغيب في النحاس كان على رأس سد يأجوج ومأجوج 3 من حفظة السد أو حراس السد، كانوا من الرجال الأقوياء، يحمل كل منهم مطرقة عملاقة يضربون بها على السد 3 مرات في اليوم، في الصبح والمساء والليل. كان أولئك الحراس يضربون بمطارقهم على السد ليشاهدوا ردة فعل قوم يأجوج ومأجوج، ويتأكدوا من أنهم لا يزالون وراء ذلك السد المنيع. وبعد نهاية رحلة سلام الترجمان لسد يأجوج ومأجوج وتأكده من أن يأجوج ومأجوج لا زالوا محبوسين وراء ذلك السد، ولت البعثة متجهة نحو الديار لتسف تلك الأخبار للخليفة العباسي ليطمئن قلبه. سلكت البعثة طريقا مختلفا في الرجوع عن طريق الذهاب. مرت البعثة عن طريق بخارى وخرسان، وقطعوا ما يسمى بدولة أوزبكستان حاليا. وبعد وصول سلام الترجمان إلى قصر الخليفة، قام بإخبار الخليفة العباسي بتفاصيل الرحلة، كما قام بوصف تفاصيل الرحلة الكاملة لأحد أشهر الرحالة والمؤرخين الجغرافيين أنذاك، وهو عبد الله بن خردبابة. ودامت رحلة سلام الترجمان في الذهاب 16 شهرا، بينما أخذ منهم طريق الرجوع مدة سنة فقط، يعني أن الرحلة دامت عموما لمدة 2 سنة و4 أشهر. ومات في الذهاب 22 رجلا، بينما مات في طريق الرجوع 14 رجلا، أي أنه من 50 رجلا رجع فقط 14 رجلا من رحلة سلام الترجمان. وقام المؤرخ الجغرافي الشهير ابن خردبابة بتدوين تفاصيل رحلة سلام الترجمان لسد يأجوج ومأجوج في كتابه المسالك والممالك. ومن الغريب في رحلة الترجمان عندما سأل عن أي شائبة بالباب، فقالوا له الحراس أنه هناك شق في الباب مثل الخيط الدقيق، فأثار ريبة الترجمان فسألهم إن كانوا يخشون من الشق، فأجابوه بالنفي لأن سخن الباب 11 ذراعا. فأخرج الترجمان سكينا من جيبه وأخذ مقدار درهم من الباب ليريه للخليفة، نظر إلى مصراع الباب الأيمن ليجد مكتوبا عليه: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. انتاب الترجمان الفضول فسأل أهل المنطقة إن رأوا أحدا من يأجوج ومأجوج، فقالوا أنهم رأوا عددا منهم فوق الجبل، فهبت ريح سوداء وألقت بهم إلى أسفل الجبل، وكانوا بطول شبر ونصف الشبر. لتنتهي رحلة الترجمان مع كل هذه الغرائب التي حصلت معه.